نسمع انه الحجاب يعني السيد المنشط اللي يقود الحصه يقول الحجاب يعني فريضه. اي يا قهوة الموضوع الحصه بالنسبه لي تمت ماهوش فريضه. شكون قال فريضه؟ ليش تشرك انت؟ ليه ماهوش فريضه؟ ليش تشرك انت؟ ليه مش انت انت تفتي فيه؟ مانيش انا ماشي مع الناس هنا يعني ان كان انت كان فريضه نعمل فريضه يا اخي نعمل فريضه عشان ما نعملش فريضه انا اختلفوا فيه لو شو هذا؟ مش فريضه يا ماهوش فريضه يا سيدي مش احسن علاش ما تشنجتش وقت ما تشنجتش هاك سنشوية يا اخي ما جايش الكلام هذا ما عندكش هذا اخي انت مش مفتي ولا تعصف الموضوع ما تفهمنا شو هذا؟ غناها قدور قدامي قال لك الحجاب وفريضه علاش ما غناها هذيك اغنيه قدور انت ايش دخلك تتبنى في الراي؟ ما تبنيتش الراي انا يقول انه الحجاب فريضه شكون قال لك يدور في الاغنيه بتاعه هو يقول انا روح دخلك انت احنا نحكيوا على الاغنيه انت قلت الحجاب فريضه ما عندك لا انا نحكي على الاغنيه نحكي على قدور انا نحكي على قدور قال الحجاب فريضه يا ربي قال ما قلتش هذا يا ربي قال قالوا قدور سمح يا اخي بربي يا سي احسن يا اخي الانسان تاع الباباسات مش يلبسوا الحجاب زاد علاش كل شيء نعملوا منه مشكله يا اخي الباباسات انسى مش يبداو مسورين كلهم